الدخول إلى المستقبل يبدأ من هذا الكوخ، لكن لا أحد يدرك ما الذي يخبئه المستقبل أصلاً بالنسبة لهؤلاء التلاميذ الصغار هنا في قرية الفازة في إحدى قرى محافظة الحديدة، حيث البيئة الجافة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش والخدمات الأساسية ومنها التعليم. ينشأ جيل كهذا في ظل الحرب ويواصل تلقي التعليم بما أمكن ولو بفصل واحد في العراء دون أي مقومات تشير إلى الزمن الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال برفقة معلم واحد هو الآخر يثبت إخلاصه بما يقوم به ويبتكر طريقة بسيطة من وحي واقعه، فيحول الباب إلى سبورة للكتابة. وأصبحنا الآن ندرسهم يعني في الأماكن كما تشاهدون، يعني في الأشاش حسب الظروف يعني حسب الظروف المنطقة، لأن الطلاب محتاجين إلى تعليم، ومع ذلك علينا أن نعلمهم بأي طريقة سواء تحت الشجرة أو في الأشاش. على عتبات الدرس الفقير يستمر الأطفال بمواصلة خطواتهم الأولى في رحلة التنقيب عن المستقبل المجهول، يقابله مزيج من الترقب والانتظار، فكل الأيام برفقة الظروف الراهنة لا تنذر سوى بمزيد من التدهور في واحدة من أفقر محافظات الجمهورية، إذ بات يتهددها المزيد من الأمراض في ظل الحرب التي تعيشها البلاد. انتهى الدرس ويعود هؤلاء التلاميذ إلى مساكنهم حاملين معهم القليل من العلم والكثير من الأوجاع، فمدرستهم الوحيدة التي كانت هنا قضت عليها الحرب وانتهى أمرها حطام خارج الخدمة تماما، بينما تساق إلى النسيان كغيرها من المنشآت التي دمرها قصف الطيران الحربي.